معكم يوسف صفري، مساعد مدرب نادي الرجاء البيضاوي. توحشناكم بزاف. العالم بأكمله يمر بامتحان صعب يتمثل في التصدي لهذا الوباء. إخواني المغاربة، أناشدكم باش تبقوا في المنازل ديالكم، في الديور ديالكم، والالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الجهات الصحية والطبية والسلطات المسؤولة، والصبر وإبداء روح التعاون والتلاحم والتآزر فيما بيننا المعروف لدى المغاربة. نادي الرجاء البيضاوي أعلن عن حملة تضامنية من خلال تنظيم مباراة ضد كورونا. التذاكر موجودة عبر الإنترنت، لهذا تطلب من كل الفاعلين الرجاويين وبالأخص إلى الجمهور الرجاوي الكبير للمساندة والمساهمة لشراء هذه التذاكر، خصوصا وأن هذه المداخيل ستخصص للصندوق الوطني الخاص لمواجهة هذا الوباء الخطير. كما أنني أتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يكشف عنا هذه الغمة، ويغفر لنا ويرحمنا، إنه أرحم الراحمين. شكراً.